الله وبركاته. اهلا بكم في قناه المهندس احمد مجاهي. هنتكلم دلوقتي عن الجلفنه، الجلفنه او الجلفنايزيشن للميتال، المواد المعدنيه. المواد المعدنيه المستخدمه في الكهرباء لازم تكون معزوله، والعزل بتاعها ده بيبقى عن طريق الجلفنه. طيب انا الجلفنه بتاعتي دلوقتي ايه الستاندر بتاعي او ايه الثابت عندي؟ هي السمك بتاع طبقه الجلفنه على الميتال. طيب طبقه الجلفنه دي بتتقاس بالايه؟ بتتقاس بالمايكرو. في جهاز جلفنه بيقيس قيمه طبقه الجلفنه دي، تمام؟ هنشوفه دلوقتي ونعرف ازاي بنتعامل معاه، لكن لازم نهتم بحاجه مهمه جدا، لازم ناكد على حاجه مهمه جدا في البدايه قبل ما نروح نستخدم الجهاز، الا وهي ان اي حاجه معدنيه خاص هنستخدمها في الجزء الكهربي، تمام، لازم يكون مجلفن كويس جدا جدا، عشان الجلفنه دي هي عازل لاي تسريب كهربي. اي نعم احنا بنعمل للتقريض، سيستم تقريض لاي حاجه معدنيه، تمام، سواء بوكسات او كيبل تري، لكن برضو لازم نكون عازلين الماده المعدنيه دي عن طريق طبقه رش او طبقه جلفنه على الماده المعدنيه اللي احنا مستخدمينها، تمام. سماكه الطبقه دي بتتقاس بالمايكرو زي ما احنا قلنا. خلينا نشوف ازاي بنستخدم الجهاز بتاعنا. ما تنساش قبل ما تكمل الفيديو تعمل اشتراك وسبسكرايب تحت في القناه. خلينا دلوقتي ننتقل الى ازاي بنعملها. ده جهاز الجلفنه، تمام. جهاز الجلفنه لازم قبل ما تستخدمه تعمل له كاليبريشن. طيب الكاليبريشن دي او المعايره دي ايه هي؟ ان السنسور الجلفنه ده هو عباره عن جهاز قارئ شاشه ديجيتال وسنسور. السنسور ده لازم لما تحطه على الكاليبريشن، تمام، يدينا صفر، تمام. حاجه معزوله من الجلفنه، هي عباره عن قطعه صغيره جدا بتيجي مع العلبه بتاعتها بالشكل ده. القطعه دي زيرو جلفنه، زيرو جلفنه، تمام. لازم لما اجي اعمل كاليبريشن عليها اتاكد ان الجهاز هيقراها صفر، مش هيقراها اكتر من كده ولا اقل من كده، لا بالسالب ولا بالموجب، تمام. خلينا نشوف، ادي الجهاز اول ما بنشغله، ادي القراءه، تمام. لو احنا حطينا السنسور عليه بالشكل دون، تمام، طلعت لنا قيمه القراءه صفر زي ما هو مبين في الشاشه، تمام. طيب قيمه القراءه صفر. طيب انا عاوز اتاكد كمان من قيمه، من سلامة الجهاز بتاعي من الكاليبريشن. بيجي مع الجهاز مجموعة من الاستيكرات، تمام. الاستيكرات دي بتقول لك والله انا هقدر اقيس قيمة جلفنة قد ايه، بيبقى مكتوب عليها 100، تمام، او 49، تمام، او 45، او ايا يكن، او 986، تمام. القيم دي كلها بالمايكرو، تمام. لا القيم دي لو انت حطيتها على على السنسور، تمام، وجيت تقيس، ادي القطعه اللي احنا، ادي القطعه اللي هي زيرو جلفنه، وادي الورقه اللي احنا قلنا عليها، يعني مثلا الورقه دي مكتوب عليها 100، تمام، موجب وبتقرا موجب او سالب واحد. طيب ال 100 او موجب او سالب واحد زي ما هو باين في الشاشه لو انا حطيتها، تمام، واخد بالك، وبعد كده جبت، وبعد كده حطيت السنسور عليها، هي المفروض هتقرا لي كام؟ ال 100 موجب او سالب واحد، يعني احنا بنتكلم 99 او 101، تمام، او اقل بقليل ما الى ذلك، تمام. خلينا نشوف كده عملي، تمام. ادي، تمام، حطينا البتاع عليها، قرات كام؟ 98 على الشاشه، تمام. ال 98 دي هي القيمه اهي، مش عارف الشاشه شايف ايه، 98، تمام. ال 98 قيمة ال 98 دي، تمام، كده احنا عملنا كاليبريشن. ممكن نستخدم بقية الاستيكرات للتأكد من سلامة الجهاز بتاعنا، تمام، قبل ما نبدأ نشرع في الاستخدام نقيسه على المواد المجلفنة، تمام. لكن احنا هنكتفي عشان مدة الفيديو، وبعد كده ننتقل إلى المواد اللي احنا عاوزين نقيس الجلفنة بتاعتها. أنا ككهرباء بقيس كيبل تري، بقيس بوكسات، تمام، بقيس اللوح ديستريبيوشن بورد، تمام، البانلز المستخدمه في 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 الموقع، تمام، للمنشأ بتاعي. اي حاجه كهرباء فيها جلفنه انا بحتاج فيها جهاز ان انا اشوف سمك طبقه الجلفنه دي هل هي سليمه او المورد غشني فيها، تمام. طيب الميكانيكا برضو بيحتاج ان هو برضو يقيس بالجلفنه بتاعته الماتيريال الخاصه بيه في الفاير فايتنج او ما الى ذلك، تمام، الحاجات اللي بيستخدمها، الحاجات الميتال، المواسير المعدنيه، تمام، اللي بتغذى فيها الميه. خلينا نركز على الجزء الكهربي بتاعنا. هنضرب مثال النهارده على الكيبل تري. الكيبل تري عندنا لازم يكون له سبق سمك جلفنه محدد. انا السبيكس بتاع المشروع بتاعي بيقول لي ان انا محتاج على الاقل مينيمم 45 مايكرو متر، 45 مايكرو متر قيمه
الجلفنة او سمك طبقة الجلفنة اللي معمولة بيها الكيبل تري. ادي الكيبل تري انا جالي من المورد جابهولي تمام لحد عندي، ودلوقتي انا محتاج ان انا اقيسه. اول حاجة لازم اتأكد منها ان يكون الملمس نظيف، ان انا ما يكونش عندي اي اتربة خاصة بالكيبل تري تمام، او الجزء اللي انا هعمل فيه، عشان ما يبقاش الترابة دي تعمل لي عازل تمام. فانا بنظف الجزء اللي انا هعمل فيه الـ 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 الاختبار تمام، وبشيك على اول ونهايه الكيبل تري تمام، باخد نقاط عشوائيه تمام وابدا اقيس عليها زي ما هنشوف حاليا. ادي جهاز الجلفنه تمام، مجرد ما انا بحط السنسور وبقفل بيبقى السنسور فيه كليبس بالشكل دون تمام. مجرد ما بحط السنسور على المنطقه نظيفه تمام باجي بحط السنسور عليها تمام، واقفل وازق الكليبس تمام، بيديني القراءة بتاعتها. انا القراءة عندي 69، لو جينا عملنا تاني مرة كده تمام 69، ثالث مرة 65 تمام، زي ما هو واضح على الشاشة تمام. طول ما الرقم الجلفانة بتاعي المادة للماتيريال بتاعتي اكبر تمام من قيمة الاسبكس، فانا كده في السليم او في السيف سايد. نهتم جدا بالنقطة دي. انواع تانية من الماتيريال، التانية المستخدمة في الاعمال الكهربائية زي التيوبس، الكوندويت، الاي ام تي او الباك بوكسات الاي ام تي تمام، او الافيز او المسامير المجلفنة، الحاجات دي كلها برضو لازم نهتم بمقدار الجلفنايزيشن بتاعها. خلينا نشوف قيمة الجلفنة في كل واحدة. شغل الجهاز تمام. يعني احنا مثلا عندنا التيش، اللي بيشيل الكيبل تري، انا لازم اقيس برضو درجة الجلفنة بتاعته. فاحنا زي ما هو باين على الشاشة 292 مكان تاني 86، ممكن يكون مثلا متغرب 90 وهكذا تمام. عندي تيوبس، بتاعي الكوندويت الـ EMT برضو لو قسناه 26.4 طبقا للسبيكس بتاعت ان هو المفروض ما يقلش عن 25. عندي الافيز المستخدم لو قسناه 57 مايكروميتر تمام. عندي المسامير، لازم استخدم مسامير مجلفنه، مش مسامير سن صاج العاديه، لا لازم تكون مجلفنه، وبنأكد على الموضوع دون لان الاستشاري بيرفض اي مسامير غير مجلفنه اثناء تربيط الافيز او اي استخداماتك في الكهرباء. نلاقي القيمه بتاعته 39 تمام. مسمار تاني قيمه ال 97 تمام. الباك بوكسات بتاعتنا، الباك بوكس لو قسناه، قرب الشاشة شوية، 24 23 22، وده كل النماذج المتاحة حاليا معانا. يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء. دي هي عامل مهم جدا لان احنا كهربتنا بتمشي عليها تمام، وخطر لاي حد ممكن لو غشينا في الجلفنة دي حاجة اولا مهنيا غلط، ولازم نهتم بيه جدا ونعمل شيك عشوائي تمام للمورد للبضاعة بتاعتنا كاملة تمام، عشان نحافظ على حاجتنا. يا رب نكون وضحنا كل شيء، في الفيديو ده. شكرا جزيلا لمتابعتكم. هذا انا احمد محمد مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. المهندس احمد مجاهد.